متابعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الاقتصاد اليوم المكملة لحلقة الأمس والمعنية عن إعلان تفاصيل مبادرة وقفة من أجل الوطن خطوة عشانك. وهنا أذكر بأن يوم الأحد من كل أسبوع سوف يتم من خلال حلقة البرنامج تحديد المحافظة التي سيتم التوجه إليها كل يوم ثلاثاء. وقد أعلنا في حلقة الأمس نتائج زيارة محافظة إربد، وأيضا أعلنا عن وجهتنا يوم غد الثلاثاء التي ستكون إلى الزرقاء، حيث تم الاتفاق مع محافظ الزرقاء. وأيضا أذكر بأن يوم الاثنين من كل أسبوع سوف يخصص لإعلان الوظائف في محافظة العاصمة والبادية الوسطى. والآن باسمكم جميعا أرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور قيس الخلفات، مدير إدارة الموارد البشرية في مجموعة الصايغ، مستشار المبادرة. مساء الخير دكتور قيس. مساء النور. أهلا فيك. أهلا. تفاصيل ما حدث في العاصمة عمان في تقرير الزميل رعد بن طريف. وقفة من أجل الوطن، ولأنها لأجل الوطن فلا بد أن نعمل بكل جدية وأمانة، وأن نجعل من الصعب سهلا والمستحيل ممكنا، فالوطن والمواطن هما أغلى ما نملك. مبادرة وقفة من أجل الوطن التي أطلقتها قناة رؤيا الفضائية لم تكن سوى حلم يراود الكثيرين من الشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل حقيقية تؤمن لهم مستقبلا أفضل. وعندما أبصرت المبادرة النور أدركنا وأدرك الكثيرون أن بإمكاننا إن عملنا لأجل الوطن أن نجعل من أحلامنا حقيقة. فبعد شمول المبادرة كافة محافظات المملكة وتوجه فريق المبادرة لعدد من المحافظات الأردنية للالتقاء بأبنائها الباحثين عن عمل، كان لأبناء وبنات العاصمة عمان موعد للقاء فريق المبادرة في مبنى قناة رؤيا الفضائية في عمان. الشباب حضروا مصطحبين معهم شهاداتهم، آملين أن تتاح لهم فرصة الحصول على وظيفة المستقبل، لكن همهم الأكبر اليوم هو إقناع اللجنة بكفاءتهم وجديتهم لمنافسة الآخرين على الوظيفة. وأنا من نوعية الشباب اللي بحب أنه يجرب ويعمل حتى لو كان غلط، بحب أنه أتعلم من أغلاطه وهيك. شغلة ثانية أنه شخصيتي قوية، بس أنه بالنسبة للمدير أو أي حدا تاني يعني إنه حاول يوجهني إنه أكيد رح شون إنه رح إنه أقبل هذا الموضوع كلياته، إنه رح أكون معاه إنه موافق وهيك شغلات. حماسهم وتفاؤلهم وثقتهم بما يملكون من قدرات ومؤهلات علمية تؤهلهم للحصول على الوظيفة لم تخفي قلقهم وخوفهم من ضياع حلم لطالما انتظروه وسعوا من أجله سنوات طوال. فالحاجة لتحقيق الذات وبناء مستقبل آمن هي من دفعت هؤلاء الشباب للبحث عن عمل، فكانت هذه المبادرة وسيلة آمنة تضعهم على أولى خطوات المستقبل. رعد بن طريف لبرنامج الاقتصاد اليوم. طبعا الشكر دائما للزميل رعد بن طريف على جهوده في توصيل الصورة للأحداث التي تتم على أرض الواقع. وهنا أود التطرق إلى عتب وصلنا من بعض شباب محافظة إربد من الحاصلين على شهادات جامعية على عدم ترشحهم ضمن الشباب الذين تم اختيارهم من خلال زيارتنا لمحافظ إربد الأسبوع الماضي. وهنا نود التنويه إلى أن آلية اختيار المتقدمين للمبادرة تخضع لمعايير محددة قد عرضناها آنفا على الشاشة، كما وسبق أن ذكرنا ذلك خلال حلقة الأمس أن الأولوية أعطيت للشباب الأقل حظا من غير حملة شهادات البكالوريوس أو الدبلوم. يا شبابنا اللي معه شهادة هو يملك سلاح بإيده، بس اللي ما ساعدت ظروفه بمختلف أشكالها أن يدرس ويحصل على أي شهادة بأي درجة فهو اللي بينعطى الأولوية عشان يقدر يشق طريقه ويبني مستقبله. ومع هيك مثل ما ذكرنا بحلقة الأمس الشباب اللي معهم شهادات ما رح ننساهم، وأي شاب الآن عم يحضر بتمنى أنه يبعث بسيرته الذاتية على إيميل البرنامج الآن سوف يظهر أمامكم على الشاشة، وإن شاء الله سوف نتصل معه ونشوف كيف رح نقدر نساعده إذا بنقدر نقدم له أي وظيفة بتتناسب مع تخصصه ومع مؤهلاته. والآن أعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور قيس. دكتور قيس، قبل ما أسألك عن رأيك بإقبال شباب على وظائف عمان والبادية الوسطى، حابة أنه ترسل برسالة لجميع الشباب الأردني تتعلق بهذا العتب اللي وصلنا، وإحنا دائما طبعا بنرحب فيه. نعم. طبعا إحنا من باب الشفافية المبادرة تخرج على من خلال شاشة التلفزيون لكل بيت. نعم. وبالتالي إجراءاتنا شفافة
تعليماتنا واضحة، نبثها بكل وسائل الاتصال الممكنة، ونوثق كل المقابلات مسجلة لدينا وأسماء المقبولين والوضع، فبالتالي نحن نتعامل بشفافية. العتب مقبول، لكن يبدو أن العتب جاء في غياب وضوح الصورة. نعم. وضوح الصورة كالتالي: نحن نستهدف من المبادرة فئتين رئيسيتين. الفئة الأولى الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مقعد جامعي أو مقعد لدراسة الدبلوم المتوسط، ولم يحصلوا على فرصة أيضا لتعلم مهنة، وبالتالي هم غير حاصلين على فرص عمل. واجبنا في المبادرة مساعدتهم للحصول على فرص عمل. الفئة الثانية هم المؤهلين أصحاب العتب. لن نبقي هذا العتب قائما، سنتعامل مع المؤهلين، وسنأتي في جولات أخرى، وسنختار منهم من الوظائف المطروحة من الشركات الداعمة للمبادرة. نعم. الفئة الأولى التي ذكرتها ستخضع لتدريب، ثم يتم توزيعهم على قطاعات محددة بالتنسيق مع أطراف المبادرة الأربعة. نعم. أما الفئة الثانية فهم المؤهلين للجامعيين وحملة الدبلوم، سيتم التعامل معهم على الوظائف المطروحة مثل ما شاهدنا في تقرير عمان قبل قليل. نعم. كل الذين تم اختيارهم بعمان هم من يحملوا مؤهلات تؤهلهم لوظائف مطروحة، كالوظائف المطروحة من شركة الدعم. نعم. المشاركة. نعم، الشركات المشاركة زي شركة التأمين. نعم نعم. فبالتالي لازم أن نفصل بين الأمرين، ونرحب بالاستفسارات قبل أن يعني ندخل في مجال المعاتبة. نعم. أنه أي استفسار مطروح عبر وسائل الاتصال، إيميل البرنامج، ومواقع التواصل الاجتماعي. نعم. وأود أن أنوه أنه كل أصحاب المؤهلات العلمية يمكنهم كما سيعلن بعد قليل إرسال سيارهم الذاتية على الموقع الإلكتروني للبرنامج. نعم. حتى يتم استخدامها عند إجراء المقابلات لغايات وظائف المؤهلين. نحن الآن بصدر وظائف غير المؤهلين. نعم. فقط المؤهلين نتعامل مع عمان بالدرجة الأولى، ونرحب بغير المؤهلين الذين لم نستقطبهم لحد الآن بسبب ضعف الإقبال في عمان. نعم. أما المحافظات فالإقبال جيد ومبشر بالخير. طيب، والآن دعني أسألك عن رأيك بإقبال شباب العاصمة عمان والبادية الوسطى الأسبوع الماضي على وظائف العاصمة عمان. للأسف لم يكن للإقبال كما نتوقع. عدد السيارة الذاتية التي وصلت كبير نوعا ما بالنسبة لإعلان مدته تجاوزت 10 أيام على مدار أسبوعين. نعم. في الأسبوع الأخير أو الأسبوع الثاني كان في عندنا 70 سيارة ذاتية. نعم. لكن هذا لا يعني إقبال، حيث أنه عدد القريبين من المؤهلات المطلوبة كانوا 25. نعم. من أصل 70. نعم. فبالتالي لا يشكل بالنسبة للعاصمة بحجمها الكبير 25 شخص لا يشكلون شيئا. نعم. وللأسف كمان البادية الوسطى وصلنا منها متقدمين 2. نعم. مع أنه إحنا يعني كنا متطلعين أن يوصلنا عدد كبير لمعرفتنا بالحاجة إلى العمل عند أبناء البادية. نعم. ولمعرفتنا بوجود مناطق من شرق عمان أيضا أبنائها بحاجة إلى العمل. نعم. لكن سنبقى مستمرين في جهودنا. نعم. رح ننوع من وسائل الاتصال من الوصول للشارع قدر الإمكان، رح نطلب تعاون أكبر من الحكام الإداريين. نعم. في كافة المناطق، وربما يكون لنا زيارات ميدانية أيضا، وسنفعل من الزيارات الميدانية ونلتقي بصفة مباشرة. نعم. نروج للمبادرة، نعرف بشروط المبادرة، ثم نعلن عن موعد آخر للمقابلة. نعم إن شاء الله. والآن سوف نعلن عن أسماء الشباب الذين تم اختيارهم للوظائف في كل من شركة الشرق العربي للتأمين وفندق الانتركونتيننتال عمان. طبعا الشباب الذين تم اختيارهم قد اجتازوا المرحلة الأولى، وسوف نقوم بالاتصال بهم لإعلامهم بالإجراءات المطلوبة لاستكمال عملية توظيفهم. وينضم الآن إلينا عبر الهاتف المدير الإقليمي لشركة IHG في الأردن وفلسطين السيد أسامة مسعود. مساء الخير سيد أسامة.
مساء النور، يا هلا. في البداية بشكرك على دعمك لهذه المبادرة، وسؤالي لك: ما هو السبب الذي دفعك لدخول هذه المبادرة؟ أول إشي مشكورين للاتصال، وأنا أسامة مسعود، مسؤول عن شركة انتركونتيننتال العالمية في الأردن وفلسطين. نعم. هم فنادق انتركونتيننتال هوليدي إن وكراون بلازا. فوقفة وطن هي مبادرة، يعني اسم على مسمى، وأي رجل في هذا البلد هو بوقف مع وطنه بالوقت المناسب وعلى طول. نعم. هي مبادرة بدأت من كفكرة من شركة مسيح، تبنتها مشكورة إذاعتكم الكريمة رؤية، دائما سباقة برضو، وتم جذب حوالي 26 شركة على طول في هذه المبادرة، ومنها إحنا. نعم. إحنا كجزء من مشغل كبير بمجال الفندقة في الأردن، كنا مبادرين مع هاي المبادرة الطيبة إنه نوظف أعداد كبيرة من الموظفين الأردنيين. نعم. أستاذ أسامة، يعني دعني أسألك عن الأصداء التي لمستها من خلال احتكاكك بالشباب والشارع الأردني حول هذه المبادرة. طبعا هي كانوا الناس مبسوطين فعلا، لأنه كل الشركات بحاجة إنها توظف ناس. نعم. والأولوية طبعا للأردني قبل أي حد آخر. فأعطيك كمثال، إحنا في مجالنا كفندقة دائما بقولوا ثقافة العيب وما إلى ذلك، هذه أنا شخصيا بنكرها 100%. نعم. حتى إنه إحنا 8 فنادق موجودة بين الأردن وفلسطين، نسبة الأردنيين منها عبارة عن 95%. نعم. يعني برأيك الشباب الأردني ما عنده ثقافة عيب بالنسبة للقطاع الفندقي زي ما هو؟ أنا هذا اللي لامسه. نعم. سنة عن سنة أحسن لأحسن، يعني إحنا بنصف أي دول تاني، 95% من نسبة موظفين يكونوا أردنيين، إيش يرفع الرأس بالنسبة للأردن. نعم. طب أستاذ أسامة، إلى أي مدى ترى أن القطاع الفندقي قادر أن يستوعب ويشغل الشباب الأردني؟ شوفي، كل فنادقنا الأردنية جميعها. نعم. جاهزة تساعد. خليني أعطيك فكرة، مثلا بفندق كراون بلازا البحر الميت. نعم. اللي حيتم افتتاحه قريبا، حتتفاجئ من الرقم. هلأ احنا تم توظيف 300 شخص. نعم. 300 موظف أردني بفندقنا بكراون بلازا ديتسي. نعم. البحر الميت خلال الأربع أشهر الماضية، تحضير للافتتاح إن شاء الله بشهر 10 إن شاء الله، ومئة شخص آخر حيتم توظيفهم بالثلاث أشهر القادمة. يعني القطاع هو بينمو فقادر أن يستوعب 400 عائلة أردنية، يعني حتتوظف بهذا الفندق فقط. نعم. نعم. فطبعا المجال الفندقي مشغل رئيسي في البلد، بيوظف 14% من العمالة الأردنية. نعم. وزي ما ذكرت وبفتخر فيها، أنا أقول أنه نسبة الأردنيين بالعمالة بمجالنا هي 95%. يعني إحنا نتمنى أنه ينمو القطاع، وكمان ينمو خلق فرص العمل في هذا القطاع، ويشتغلوا أكثر شبابنا الأردني. كل الشكر لك أستاذ أسامة مسعود، المدير الإقليمي لشركة IHG في الأردن وفلسطين، على هذه المداخلة وأيضا على دعمك لهذه المبادرة. والآن أعزائي نتوقف مع فاصل قصير، ثم نتابع معكم هذه الحلقة المخصصة لمبادرة وقفة من أجل الوطن. أهلا بكم من جديد، وما زلنا في الحديث عن مبادرة وقفة من أجل الوطن، خطوة عشانك. والآن سوف نعرض عليكم الوظائف المتاحة هذا الأسبوع في العاصمة عمان والبادية الوسطى. وهذا عرض لآلية التقدم للوظائف المتاحة التي عرضناها عليكم.
والآن أعود إلى ضيفي في الاستوديو دكتور قيس. ما هي حصيلة عدد السير الذاتية التي وصلت إلى إيميل البرنامج لهذا الأسبوع؟ العدد الإجمالي 70. نعم. بعد الفرز الأولي تم تصفيته من 25. نعم. 25 خضعوا للمقابلة، تم اختيار 8 وتم الإعلان عنه. نعم. ما رأيك بالسير الذاتية التي وصلتنا لوظائف عمان؟ يعني بدنا نعيد الحكي بأكثر من مرة حسب الحلقات السابقة. نعم. عندنا مشكلة في المطابقة بين المؤهلات وإرسال السير الذاتية. يعني الوظيفة تتعلق بمحاسب مثلا، وجدنا أعداد كبيرة من السير الذاتية المرسلة لوظيفة محاسبة لا يوجد مؤهل علمي له علاقة بالمحاسبة. نعم. ولا أي خبرة سابقة، وفي بعض من الأرسلوا ما يعني غير ناجح في الثانوية العامة. نعم. هناك قضية أخرى أيضا تعرضنا لها، وأنه عدد كبير من المرشحين رفضوا التصوير. نعم. فلماذا برأيك التصوير مهم أو هو جزء من هذه المبادرة؟ هذا ما يميز مبادرتنا عن المبادرات الأخرى اللي هي التوثيق بالصوت والصورة. نعم. يعني حتى نضمن الشفافية وحتى لا تصل إلينا المعاتبات. نعم. من الجمهور العزيز ومن إخواننا وأبنائنا الشباب. نعم. نقوم بالتوثيق بالصوت والصورة للمقابلات، للزيارات الميدانية، للتقارير مع الأشخاص الذين يتم اختيارهم، مع أعضاء اللجنة، مع المشاركين في المبادرة، ونخرج في برنامج على الهواء اسمه الاقتصاد اليوم. نعم. بعرض النتائج والأسماء على الشاشة لكل المواطنين، كل الجمهور الذي يشاهد رؤية ليتأكد من عمليات الاختيار أنها لا تتم إلا بأسس نزيهة وشفافة وبعيدة عن أي تحيز أو اختيارات غير مهنية. إذن الشفافية والنزاهة. نعم. هذول شعارنا. نعم. دكتور ذكرنا إذا سمحت بأشكال الدعم التي تتقبلها أو تنتظرها هذه المبادرة. نعم. إحنا طورنا على أشكال الدعم التطور للمبادرة لكون لدينا رؤية مستقبلية للمبادرة. نعم. فبالتالي نحن نستقبل إضافة لشواغر وظيفية، نستقبل التغطيات المباشرة وغير المباشرة. نعم. للبرامج التدريبية. نعم. وكذلك سواء كانت هذه البرامج التدريبية داخلية، بمعنى داخل الشركة المقدمة الدعم. نعم. أو خارجها لدى شركات تدريب متخصصة. نعم. كما ونستقبل الدعم المتعلق بتغطية برامج التدريب المهني، أي شهادات المزاولة. فإذا كانت هناك شركات ترغب بتقديم شهادات مزاولة تدريبية تمنحها لأبنائنا الشباب متعطين العمل حتى يجدوا فرصة أكبر لهم في السوق، فنحن على نستقبلها بكل صدر رحب وبالشكر الجزيل. كذلك الابتعاث لأغراض الدراسة المتخصصة، أي الابتعاث لأغراض التشغيل أيضا. نعم. خارج الأردن أو لمؤسسات مهنية فنية متخصصة. نعم. هذه الأشكال تم إضافتها حتى يكون. نعم. لنا شكلين. نعم. من الدعم. نعم. الدعم المباشر بالتوظيف والتهيئة للتوظيف مستقبلا. نعم. والرسالة وصلت دكتور قيس. والآن قبل أن نختم هذه الحلقة نود التذكير بأسماء الذين تم قبولهم لوظائف العاصمة عمان والبادية الوسطى. وطبعا نشكر الدكتور قيس الخلفات مدير دائرة الموارد البشرية في مجموعة الصايخ ومستشار هذه المبادرة على جهده المتواصل معنا. شكرا جزيلا لك دكتور. وبهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأود تذكيركم بأن أفراد المبادرة سوف يتوجهون غدا إلى محافظة الزرقاء ليتم مقابلة الشباب في قاعة الشريف الحسين بن علي في منطقة الثورة العربية الكبرى التي تعرف باسم منطقة وادي الحجر في تمام الساعة 10 صباحا. والآن موعدكم مع نشرة الأخبار من رؤيا، وبرنامج نبض البلد يأتيكم بموعده الجديد في تمام الساعة 8. أما الاقتصاد اليوم فيلقاكم غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.